انا عايز انتقل وازيع السر. عندما بدات الاحداث اليمنيه قدره لي ان اتحدث يعني جهه في رئاسه الجمهوريه تسالني ما رايك ما تفعل وما ازيع السر، لكن مش حسب اسمك، ما رايك في الوضع اليمني؟ كان رايي الا تذهب مصر، وليس من مصلحه مصر ان تتحالف مع في حرب معاديه لشعب عربي وبشكل طائفي حتى ما سميه طبعا. الرجل استمع جيدا، واعتقد ان هذه الرساله كان يدركها المسلمين. انا اعرف ان الرئاسه المصريه والقوات المسلحه المصريه وطنيه وقوميه ومحافظه على الامن القومي المصري والعربي. وربما أزيع سرا آخر ربما يكون معروف لكن أن جزء من الخلافات السعودية مع موقف مصر هو موقف مغربي. نحن لن نتورط ولن نرسل طبعا سوريا بشكل أساسي. هناك غضب من الشقيقة السعودية التي تقصد اليمن بالورود وحريصة على واحد شعب اليمن وزعته بسكوي بس من نبات. هناك غضب لا يهمنا، بقول بصدق، لان هناك مهما كان يحدث في مصر قيادتها وطنيه، وانا لا ادافع عن النظام، ربما البعض يعرف موقفي من مما حدث، لكن انا اتكلم عن الحس القومي والوطني والحرص على الامن القومي من المسؤولين المصريين. قبل وقلت له مثلا، انا اسف لم اطيل، تصور ان طيرانا المصريا ذهب الى صنعاء ليشارك في ما يسمى بالتضامن او بالحل على التحالف، وقصف قبر الجندي المصري في السعودية في اليمن. فالرجل سكت، ونقل هذا لدوائر صنع القرار، واخذت مصر موقفا بعيدا ويعني لم يذهب جندي واحد، ربما شاركت في حراسة باب المندب لاسباب لها علاقة بالامن القومي، وهذا مقبول.